الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت. آه أنا خلاص وصلت عند المصدر. سلام. حجوزات النهاردة كتيرة جداً بجد، أنا مش عارف أعمل إيه، كمية حجوزات رهيبة. صباح الخير. صباح النور يا فندم، هي الثانية بس بخلص حجز. مساء الخير. معلش عذرا يا فندم، بس النهارده عندي حجوزات كتيره جدا. أمرني يا فندم. لو سمحت انا كنت عايز اوضه دبل تريبل. تأجرها يعني؟ لا هحشيها. لا مش كده يا فندم. هأجرها طبعا، امال هنايم فيها دقني. عذرا يا فندم، معلش النهارده عندي يعني حجوزات كتيره جدا فمش مركز. الغرفه عندي في اليوم ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ بس كده كتير قوي 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 يعني. يا فندم ده السعر الخاص عشان خاطر حضرتك. ازاي؟ انا قلت يعني المكان مش ولابد واكيد مفيش حجوزات، فانتوا عاملين تخفيضات. لا يا فندم مع احترامي لحضرتك، احنا مكان لابد جدا، وعلى فكره احنا اوتيل 5 ستار ونسبه الاشغال عندي عاليه جدا. اقول حاجه لحضرتك، الاوضه اللي حديها لك دي اوضتي، احنا مفيش اوض فاضيه. ياه على كده بتكسبوا بقى. اوه يا فندم مكاسب مهوله. انتوا مش عارفين نودي فلوس فين. سامحني بس يا فندم. الو ايه فريده الفوج الالماني؟ لا ثانيه واحده، حضرتك هتاخد الغرفه ولا اديها الفوج الالماني؟ انت هتقعد الفوج الالماني كله في غرفه؟ ما هم هناك اطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكله، ممكن تحط لي كرسي جنب الاطفال، انا ممكن انام. لا ما يصحش. لا 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 والله ما يصح. لا حضرتك خلاص، لا لا يلغي معاها. فلوس دولار ايه يا ماما؟ انا قلت كده ما برجعش فيها. خلاص يا فريده يلا نورنا يا فندم. شكرا، بس يا ريت الغرفه بسرعه عشان دقني ابتدت. يا غريب يا غريب، ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خضيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الورده السودا دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسه ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسه وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. المهم انا كنت عايز اسال على حاجه. هو ده مش منتقع فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ايه منتقع؟ فرح. اي مين يعني فرح فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل. ما شاء الله عليك ذكي قوي، الله اكبر. شكرا شكرا. هو يبقى اكيد انديل ده مليان. ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش انديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان للدفي مع فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا اله الا الله، لا حول الله، لا 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 مالك يا استاذ؟ لا فضفض لي في ايه؟ لا لا مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم. ده بعيد عنك راجل بخيل قوي. بخيل قوي؟ بعيد على قلبه قد كده. قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا ما حسيتش على فكره. واضح والله ما بحسيته. واضح. انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ ده انا الجرسون الوحيدين، مش عايزين يجيبوا واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني. واللي لا حول الله، الجرسون الوحيد هنا لهوي دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش اصبر كده واصمد. يلا خش انت في جرابك. يلا انديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. ماسيو سيلا كانتالوب. ده كانتالوب؟ يا سلام الله يسلم كانتالوبك، احلى كانتالوبك شربته في حياتي. ايه ده انت؟ في ايه؟ انت فاقد الذاكره ولا ايه؟ انت؟ انا ايه؟ انا شفتك قبل كده. لا 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 ما اظنش خالص، ما اظنش. لا شفتك. لا ما اظنش خالص يا سيدي. عايز ايه؟ مش انت اللي جيت فرح مسيو فارس؟ انا؟ ايوه، حتى بالاماره قلت لي انك ميكس قرايب. أنا ميكس قرايب؟ أيوه. لا 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 أنا ميكس فراولة وده معروف. أنا مش بهزر أنت والله. سيبك أنت، أنا عايز أعرف أستاذ أنديل عمل إيه بعد ما الفرح باظ؟ مش كانديل الله يرحمه. لا ما تلاقوش بإذن الله خير، بس أنتوا شوفوا دكتور محترم. إيه؟ بقول لك مات. مات؟ أيوه. مات إزاي؟ مات إزاي؟ تعالى هنا، مات إزاي؟ ده إيه ده بالراحة؟ ما ينفعش يموت، ده لو مات قتله. ما تعملش في نفسك كده، بس والله عشان دمعتي قريبة. يا نهار أسود، أنديل مات. مات والله. أنديل مات. يا نهار أبيض. أنديل مات يا ناس. جاي لك يا أنديل. يا دكتور أمجد. قلبي. رحت فين؟ رحت فين؟
رحت فين ايه ونيلت ايه؟ ما انا بتلقح جنبك يا دكتور اهوت. يا فندم انا مش بتكلم على حضرتك، انا بتكلم على مخي. اصل انا مخي مشتت ما بين ان عندك ازمه قلبيه او ازمه كلويه. ازمه كلويه ايه ونيلت ايه؟ انت دكتور ولا فرارجي؟ ما تتصل بالاسعاف يجي يلحقنا احسن. يا فندم اسعاف مين؟ انت فاهم الفندق ده غلط، دول مش لاقيين ياكلوا، لو معاهم فلوس كانوا جابوا دكتور بدالي. لا حضرتك ما تفهمش غلط، قصدي كانوا جابوا طقم من الاطباء يكشف على جميع النزلاء هنا في الفندق. يا نهار اسود ام نايل، انت تقصد ان هم على الحديده بيلحسوها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه؟ في ايه؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده في ايه؟ لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا 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 اطلع اطلع على الشزلونج كده، اطلع على الشزلونج. لا لا ما تقلقش ابدا ابدا ابدا، احنا كاطباء بنحب نشخص المرض بعد كده نوصف العلاج. حضرتك خريج طب؟ لا انا خريج زراعه قسم خلايا نحت. المهم ابو العلي. لا لا ما تقلقش باذن الله خير، ما تقلقش. قول لي مش فارس المفروض ورث جده؟ ايوه يا فندم، بس في مصيبه، في وصيه، فارس لازم يتجوز في خلال شهرين عشان ياخد تلت التركه. تلت يا نهار اسود يا نيل، تلت التركه؟ طب والتلتين التانيين؟ ديون بتلتله. ديون؟ طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ده المفروض فارس هو اللي يعيط. اتسحلت مع حضرتك وزمان البوفيه خلص. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ما تقلقش هتلحق البوفيه، انا هكتب لك بس على شويه مقويات وفيتامينات تاخدها بعد الاكل باذن الله تمام، وتجي لي يوم الثلاث اكشف عليك تاني وباذن الله خير. يلا 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 قوم 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 عشان تلحق البوفيه. يلا يلا. الله يخرب بيتك يا عنديل، كده تعملها فيا تفقعني الزومبا دي وتفلتح. اجيب الفلوس دي منين بقى؟ ده الباشا. يا نهار اسود منيل. الو ايوه سعاده الباشا، انا كويس الحمد لله، بس في خبر وحش عايز اقول لك عليه. قنديل 19 تعيش انت؟ مات فلتح. ما تقلقش يا باشا، في فارس 19 ده احد الورثه وهو اللي هيسدد الفلوس، بس ربنا يستر ويبقى فاله احسن من كوفيد 19. حاضر يا باشا، بتشتم ليه؟ حاضر انا هتصرف. سلام يا باشا. يا نهار اسود، اجيب فارس ده منين؟ ادور عليه فين؟ Excuse me, where's the restaurant? Where's the ايه؟ Restaurant. ريستوران؟ عناية يا قمر، نقول لك على الريستوران. ريستوران is not here. ريستوران is in my room. 5252. Come with me, we will restaurant مع بعض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت يا استاذ انت بتعمل ايه؟ Wait here. معلش في حاجة غريبة دخلت علينا. اسكت انت بتعمل ايه؟ عايز ايه انت يا عم؟ مالكش دعوة بالجست بتاعي. انا ماليش دعوة بالجست بتاعك، الجست بتاعك هيجي عليا ضيق على فكرة. انت بتقول ايه؟ اسكت اسكت. باردون مادمازيل. لا ريستوران از نوت دلوقتي. اوكي؟ ويت ويت ويت، بتشتى ليه؟ حرام عليك. استنى. انت تعمل ايه؟ في طريقة معينة بنتعامل بيها مع الجست. بجد والله؟ ايوه. ما اعرفش والنعمة. ايه ده؟ ده ايه الطريقة دي؟ أنت عايز تتعلم يعني عايز تشتغل؟ لا مش مشكلة اديني فكرة. بص لو عايز تشتغل أنت ممكن تجيلي أنا هنا يعني الاتش ار. الإيه؟ الاتش ار. لا حول ولا قوة إلا بالله، وجالك منين الاتش ار ده؟ يا سيدي ده مش مرض. ما طبعا شمس طبعا ورملة. لا إله إلا الله، اسكت وافهم. أنت شكلك عايز تشتغل أنا عارف وأنا هقف جنبك. انت هتجيلي. بص اول حاجه ده مش وقت الريستوران، الريستوران دلوقتي مقفول. امال ده وقت ايه؟ ده وقت الدونس. وقت ايه؟ انت يدفع على حته ربح بقى الدونس. ده ايه الدونس ده؟ اللي هو الله دونس. ايديكي بتتغبي ايدي دونس. انت بتضحك على ايه؟ اصلك شبهها. ايه دي؟ اصل انا كان عندي سماعه شبهك كده تقعد تقول ميك يو 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 يو. سماعه ايه بس يا اخي بقى؟ والله كان شبهك. ده فن ده فن. فن ايه؟ يا اخي اسكت اسكت. اصلا شبهك قوي. اسكت وتعلم. يلا. بجد والله؟ والله. ماشي يا الى مادموزيل. الله غنبان.
يا اهلا وسهلا يا اهلا بشاينا وناس شاينا منور الدنيا كلها يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الرشاقه دي؟ الله الله. شكرا شكرا، انت ترغي كثيرا، لماذا كل هذا الرغي؟ احنا في عيد يا فندم النهارده، انا اول ما شفتك قلبي انشرحنا. ايه الجمال ده؟ شكلها الصهد معاك يا سعده ولا ايه؟ السلام عليكم. تحياتنا هي السلام كما ترى. ايه مرتك الكومبك ده؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها. انا فعلا من نورت الكومبات، ولكن انا قريب سب زيرو. نورنا يا فندم نورنا. سعيد انت جايب لنا سلاح من الصين؟ يعني انا كنت جايبه من بيتنا. ايوه بس هو في صيني عنده شنب كده؟ يعني ما فيش رجاله شنبات في الصين. طب ماشي يا سيدي، لو طوال دي موجوده في الصين. اه ما في سور الصين العظيم. ايوه صح. انت بتهبد يا سعيد، اسكت خالص اسكت. يا فندم حضرتك نورتنا ونورت مصر ونورت الغردقه ونورت القاهره. القاهره يا سلام، القاهره ونيلها وليلها وطول لياليها. أنا أخب مصر كتير وخب عمرو دياب. هذه فراسة أهنيك عليها، والله لا أخبك موت وأخب برج الخوت. الخوت صح؟ الحوت يا فندم. يونج يونج. شفت وقعنا بقى. يونج يونج دي أنا فاهمها إزاي؟ أنت بتفهم صيني؟ ما أنت عارف الصيني بتاعي مكسر. طب بيعرف يتكلم إنجليزي؟ ما أنت عارف الإنجليزي بتاعي متدمر. يعني أنت مش عارف أي حاجة خالص؟ لا عارف. إيه؟ شكله كده جاي يشرب حاجة. أنت صح، الراجل خد الطيارة وشنطته وجه لغاية هنا عشان قادر ياخد القهوة بتاعته عندنا. ده أنا هعيط منك بالدموع. دموع دايما دموع دموع دموع. انت خب محمد بحر. عذرا هذا حماده هلال. وهنئك هذه فراسه منك. يونج يونج. لا ما انا مش هفهم يونج يونج دي. طب انا هتصرف. علوي ايه؟ تعال عدو. ايه مش انت مش كنت مصاحب واحد صيني في الفجر؟ ايه ايه ما هذا؟ أتربون عدوي هنا؟ نعم، نربي عدوي هنا. ولكن هذا من النوع الشرس، ممكن أن يهبش في الزبون. لا، إنه لا يهبش في الزبون، إنه أليف جدا. عدوي أنت مش كان ليك واحد صاحبك صيني في الفوق اللي فات الصيني؟ آه الله يرحمه، مات في عز شبابه والله. كان مات عنده كام سنة؟ 101. لا فعلا في عز الشباب، ممكن تشوف الراجل عايز يا جدعان أنتوا صدعتوني، في أوضة سنجل ولا أتجنن عليكم؟ ده صيني الطلبية؟ فعلا هذه فراسة أهنيك عليها. أنا كنت أعيش في الطلبية وفيصل والأماكن الضحلة. إذا نعرف نتعامل مع بعض. حضرتك الغرفة عايزها سنج سنج ولا دونج دونج؟ دونج دونج. مام مام ولا بح بح؟ بح بح. دفع دفع كيف كيف؟ دفع دفع فيش فيش. إنه يقصد طريقة الدفع، فيزا ولا كاش ولا شيك شك شوك. شيك شك شوك. أنا لا أفهم شيء من هذا العدم. عذرا عذرا، أنت بتتدخل، أنت عارف تتكلم صيني يا ابني، أنت اسكت أنت. اتفضل يا فندم، كارت كارت. شكر شكر. عفو عفو. أوضة أوضة. وصل وصل. هري هري. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، يا اهلا وسهلا، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد فعلا. يا اهلا بمنتجات الصينيه والالعاب الصينيه والناس الصينيه. بنسمع دايما عن كرامكم واخلاقكم، نفسي نشوف حاجه من الحاجات ديت يا فندم. يا كفى كفى يا اخي رغيا، لماذا ترغي كل هذا الرغي؟ فلتذهب الى الجحيم كي انام. اريد منك طلبا صغيرا. وما هو هذا الطلب؟ كنت اعاني من النحافه منذ الصغر، إلى أن تم اكتشاف دواء فعال في الصين، دواء مدهش، دواء مبهر، دواء منجز. أرجو منك أن تحضره لي. ولماذا نحضره من الصين وأنتم عندكم الحل الباهر؟ ما هو؟ مربة خرز البقر. هذا تحوير أنا أفهمه جيداً. أنا صايع بحر، أنت تحور من أجل التبس، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي. برا برا من البلاء يا أولاد الأبلسة، انتوا واكلينها ولعه. ده المنتجع شغال. ماشي يا فارس، انا هحصر كل الاموال اللي داخله وخارجه من هنا. لو بعد 20 سنه هتجيب الفلوس. معلش يا فندم، الاقي مربة خرز البقر فين؟ في اي زريب البقر. برا انتظر انتظر يا فلان يا فلان. ايه ده انت لسه هنا؟ اجل لسه هنا. لماذا هؤلاء الأشخاص يجرون هكذا؟ دول رايحين ينقذوا مسيو فارس. ينقذوا مسيو فارس. ينقذوا من من؟ من البنت الإرهابية اللي جاية تفجر الأوتيل. بنت إرهابية تريد أن تفجر الأوتيل. ولماذا البنت الإرهابية تريد أن تفجر الأوتيل؟ لا لا لا، لحد هنا بقى وستوب. معلش دي أسرار ناس. ما لماذا لماذا قل لي؟ لا ما أقدرش. أنا فطن وأفهم. وأقدر الرجالة. امسك. إيه ده؟ هذا مبلغ من المال. مبلغ إيه دي؟ ورقة شجر. حمار، نحن في الصين نعتبرها بمئة ألف إيوان. إيوان ينطح إيوان، بمعنى أنها تساوي بيت ملك ومزرعة. بمئة ألف إيوان؟ إحنا معنا إيوانات كتير قوي هنا على كده. يا لهوي. فلتقول لي
لماذا البنت الإرهابية تريد أن تفجر الأوتيل؟ ما أنت بتقول إرهابية، أنا هتعمل إيه يعني؟ أجل صحيح. طب فرضنا جدلاً أن فارس فجر، فلسع، من سيورثه؟ والله مش عارف، أصل الراجل ده يعني ما اتجوزش لحد دلوقتي ومقطوع من شجرة كمان. مقطوع من شجرة، ولماذا لم يتزوج حتى الآن؟ بص دي حكاية طويلة أوي هحكي لك بعدين، أنا عايز ألحق التفجير. فعلاً عندك حق، إلحق التفجير، يلا يلا بسرعة. إيه ده؟ يا نهار أسود. طب البنت الإرهابية لو فجرت الفندق ما هيتفجر بيها أنا كمان، ولسه ما خدتش حقي، يا نهار أسود. يا رب الجدع السن ده ما يشوفني يا رب ولا يطلب مني أي حاجة. استر استر يا رب يا رب. أدوي أدوي. أيوة. ويت بليز، كم هير يا ابن الفرتوسة. فرتوسة؟ لا عيب، أه أنت اللي فختوس وستين فختوس. لا ماذا فهمت؟ أنت بتشتمني. نو هذا احترام. احترام إيه؟ الفرتوس حيوان مقدس نقدسه عندنا في الصين، مثله مثل الصرعوف تماما. صرعوف إيه فرتوس؟ خلي بالك الحاجات الشتيمة هنا. نو هذا احترام زائد. مش عارف، أنا حاسس شفتك قبل كده. أه؟ لا أظن أننا تقابلنا من قبل. هل ذهبت إلى الصين؟ الصين؟ أو الصون؟ صون؟ أو الصان؟ إيه ده؟ إنها بلدان بجانب الصين، هل ذهبت إليها من قبل؟ لا والله عمري ما رحت الحتة دي. إذن لن تراني ولا في الأحلام. ماشي سيدي، شكرا شكرا. عايز حاجة بقى؟ أنا أروح أشوف. أريد أن أسألك سؤالا. إيه؟ أليس كذلك أن فارس يريد الزواج بأسرع وقت؟ آه صحيح. لماذا؟ لا لحد هنا بقى وفول ستوب، معلش ده أسرار الناس. سيبك من الناس وكلام الناس، فلتقل لي لماذا؟ لا لا مش هقدر اقول. سافعل لك اي شيء. اي شيء؟ اي طلب. يعني طلبت اي حاجه بجد؟ كم نظرك؟ والله العظيم بس دي 3 ودي 2.5. ساجعله لك 6 على 6. 6 على 6؟ في كل حته. ايه ده انت بتفرش فين؟ في ميدان العتبه بفضل تعويذه التنين. ماشي ماشي، انا عايز تعويذه التنين ده. قول لي عايز ايه؟ لماذا يريد الزواج باسرع وقت؟ بص يا سيدي، ميسيو فارس عايز يتجوز بسرعه عشان خاطر يورث. اه. ليه بقى؟ ما عشان خاطر هو مكتوب في الوصيه انه مش هينفع يورث من غير ما يتجوز. اه. فاهم؟ هو لازم يتجوز عشان خاطر يورث. اه. انت فاهمني؟ اه ابطال الجمهوريه. عد هدوء. انت عسل قوي. دعك من هذا. ماشي. ايه بقى؟ سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. شكرا. فلتذهب الى الجحيم. ايه ده انت فين تعويذه التنين؟ انت لا تحتاج الى تعويذه التنين، انت تحتاج الى تعويذه البرص. ماشي هات تعويذه البرص. فلتذهب الى الجحيم. هات يا عم. برا. انت بتزعلي كده ليه يا عم؟ برا. انت ضحكت عليا. حلو قوي، عرفنا فارس ليه عايز يتجوز باسرع وقت. لا يوجد، لا يوجد كل هذا الطعام، ولا يوجد الصنف الذي أريده. مسيو حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ فعلا أنا بدور على صنف من الطعام يشبهك كثيرا ولكنه حلو المذاق. شبه أنا؟ أجل. إيه إيه؟ الخفاش، ولكن أنت ليس لك أجنحة. خفاش إيه؟ أريد أن أكل خفاشا. خفاش إيه يا عم؟ كلام يقولوا ده؟ إيه؟ عايزيني على الغداء يا عم؟ يا عم أنت هتتلكك، بعدين أنت ليك نفس تاكل يعني بعد اللي حصل لنا ده؟ يا عم عايزين نرم بعد العلقة دي. ايه ده؟ هو احنا عندنا جست صيني في الاوتيل ولا ايه؟ من يومين يا عم. انت ايه نايم ولا ايه؟ انا اذا ما بقتش اعرف اي حاجه في الاوتيل ده. مستر غلاب، أهلاً. افتقدتك كثيرا. اهلا مستر شانك. اهلا. ايه ده انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مستر شانك من يوهان، مستثمر جاي فلوس جامده قوي هيستثمر في مصر. اهلا وسهلا. اهلا بك سيدي. وحضرتك بقى قاعد معانا في الاوتيل قد ايه؟ ساخذ اسبوعا ومن الممكن ان امد اسبوعين. على الرحب والسعه مستر شانك. ثانك يو. اهلا بك. والان اترككم كي اكل. في ايه؟ يا عم انا بني ادم والله مش خفاش. الراجل ده مجنون. الان ده بياكلني يا عم. بقول لك ايه؟ الراجل ده تمشيني، انا مش عايز اقعد في الاوتيل. امشيه يا عم، ده مفيش غير 2 في الاوتيل وهو واحد منهم. يا نهار اسود. ايه ده؟ فارس اهدا يا رجل، حد يكلم خطيبته كده؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ وانت مالك انت؟ مالي؟ هسكت عن الحق؟ ايوه ينفع يسكت عن الحق؟ يعني انت بتزعلي كده وانا خطيبتك؟ امال لما تتجوزني هتعمل فيا ايه؟ انا مش فاهم، انت رامي ودنك معانا ليه؟ لا هذه ودني وانا حر فيها، ارميها في اي مكان. وانا بقى الاوتيل ده بتاعي، محدش يرمي ودنه في الاوتيل ده. لا سيدي انا لم ارميها في اي مكان، انا حطيتها في مكان وكنت ناوي اخدها تاني. اين ودني؟ اعطيني ودني اذا كانت معك. يا عم مش قصدي، انت ليه بتلمع اوكر؟ لا انا لا المع اوكر، هل انا جزمجي؟ مش قصدي،
انت بتصمت علينا ليه؟ لا لا سيدي، هذه اكاذيب. انا لا اتصنت في الخلاء، انا اتصنت في الحمام. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز ودني. اعطيني ودني. عايز ودنك؟ ثانيه واحده، خد ودنك. عايز ايه ده؟ سلامتك. مالك انت كويس؟ لا لا لست كويسا، قلبي ماله؟ قلبي متعلق بيكي، قلبي سهران يناديكي. هذه ليست بشر، هذه ملائكة. يا بيهرج يا مامي، يلا يلا بينا. مامي مامي لا تمشي يا فارس. بس مامي بقى مامي يا فارس. مامي فارس. قلبي. ما تقلقش يا باشا، الواد شكله هيتجوز البت وهياخد الميراث، وانا على قلبه لحد ما ياخد الميراث عشان ناخد فلوسنا. يا رب يا ساتر. مع السلامه انت يا باشا، عشان تقريبا واحد بيتنحنح داخل الحمام. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي تخشوا على الناس الشرفاء هكذا؟ ما انا معايا كارت السبير وخلاص بقى، احنا بقينا اهل. ماذا تريد؟ هتوحشنا والله يا مستر شونج. انا لماذا؟ ما انت هتسيب الاوتيل دلوقتي. من قال هذا الخبر الاسود؟ من غير ما تقول، احنا نقفل الاوتيل كله للتجديد، من الاخر كده مغلق للتحصينات. اسمها مغلق للتحصينات يا مغفل. بالنسبه لك انت تحصينات، انت لازم تسيب الاوتيل فورا. انا اسيب الاوتيل؟ الى اين اذهب؟ اذهب الى بلدك. عجيب امركم ايها المصريون، انتم تتلككون لي كي اطفش من الفندق، اليس كذلك؟ عرفت منين؟ وانا لن اطفش من الفندق. بطني تتفرتك. مالك يا مستر شونج؟ مستر شونج. ما تجيبلناش مصيبه هنا، بوس ايدك يا مستر شونج. الله، طريقه جميله يا فندم تعبر بيها عن اوجاعك. بص انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي عن مشاكلك في الطفوله. سيدي انا لم يكن لي طفوله، انا ولدت كبيرا. تحكي لي عن مشاكلك الرومانسيه اثناء الشباب. ما هذا؟ انا لم اطلب دكتورا نفسانيا، انا بطني تتمزق، من الواضح اني صممت في هذا الفندق. جيت لي في ملعب يا فندم. ايد حضرتك. ها ماذا تفعل يا سيدي؟ أترسم لي منكيرا؟ يا فندم بعمل كمادات لحضرتك عشان تهدى، على فكرة الجسم كله موصل لبعضه كده. أنا فهمت الفولة، أنت لست دكتورا، أنت فنطاس مية. ما اسمح لك شيء. خزان مية. ما اسمح لك شيء. كل من؟ ما تخلينيش أصرف وشك. سيدي أنت تسرب من بدري. بقولك إيه، أنا عينيا ما راحتش في كلية الطب عشان واحد زيك يجي يغلط فيا، حتى لو صيني. ولا أنت شكلك غريب يالا، تركيبتك كده غريبة، وشك عربي على شعر هندي على لبس صيني. انت مش صيني قط. انتم قتلتموني في هذا الفندق وسأبلغ عنكم البوليس. انا ما قلتلكش حاجة. انت لست دكتورا، انت ساعي بريد. يا عدوي عيدتي تتقطع. قميصه ولا يتقطع؟ سأقتلكم جميعا. مين؟ سأسجنكم جميعا واحدا واحدا. لا. بس كل حلفائك هانوكا ريتشارد. انا ماذا؟ بس في ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مش المفروض يمشي؟ ما انا مش عارف يعني، ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخد لحمه ونرمي عظمه. هو احنا متجوزينه؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ حضرتك مالك؟ في ايه؟ طلبت من هذا العدوي اكلا كي اكله، جاب لي حاجه شبهه كده، اعتقد انها عدوي بالجبنه. ساقتلكم جميعا. يا اخي ساسجنكم جميعا. معلش بتعمل حاجه؟ انت اكلته ايه؟ الله يخرب بيتك. ما اعرفش والله، هو طلب اكل صيني وانا ما بفهمش في الاكل الصيني. يخرب بيتك. طب معلش انا الاوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا 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 اريد اكلا اخرا. لا 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 مش اكل، هعمل لك كومبلمون حلوه جدا. ولا شوربا اخرا. لا مش شرب، انا عازمك يومين في الاوتيل. ها؟ عازمك يومين بس من غير اكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلا. شكرا رجالة، تكلوا أنتوا على الله، نجملكم في الأفراح. إذا كان هذا العرض ساريا، إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ لما ده صيني ده. ما بتكسرش. ايه؟ انت حتى بتضربني؟ وايه الكليمه اللي احنا فيها دي؟ عيدتي تتقطع. قميصه ولا يتقطع؟ ساقتلكم جميعا. ليه؟ ساسجنكم جميعا واحدا واحدا. طيب. بس 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 كل حلفائك هانوكا ريتشارد. انا ماذا؟ بس بس في ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مش المفروض يمشي؟ ما انا مش عارف يعني، ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخد لحمه ونرمي عظمه. هو احنا متجوزينه؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ حضرتك مالك؟ في ايه؟ طلبت من هذا العدوي اكلا كي اكله،
جاب لي حاجه شبهه كده، اعتقد انها عدوي بالجبنه، ساقتلكم جميعا، ساقتلكم جميعا. انت اكلته ايه؟ الله يخرب بيتك. ما اعرفش والله، هو طلب اكل صيني وانا ما بفهمش في الاكل الصيني. طب معلش، انا الاوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا لا لا، اريد اكلا اخرا. لا لا لا، مش اكل، هعمل لك كومبلمون حلوه جدا. ولا شوربا اخرا. لا مش شرب، انا عازمك يومين في الاوتيل. ها؟ عازمك يومين بس من غير اكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلا. شكرا رجالة، تكلوا أنتوا على الله، نجاملكم في الأفراح. إيه ده؟ إذا كان هذا العرض ثاريا، إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ لما ده صيني ده. ما بتكسرش. ايه؟ انت حتى بتضربني؟ وايه القيمه اللي احنا فيها دي؟